هذا وكان فريق الرجاء اختتم تحضيراته في الدار البيضاء قبل الانتقال إلى سطيف. التفاصيل في تقرير مراسلنا ياسين معرج. متسلحا بعزيمة لاعبيه يتوجه الرجاء صوب سطيف. تعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب يضع الأخضر أمام حسابات ضيقة. الفوز بات مطلبا أساسيا لجمهور الرجاء. نتائج الرجاء الضعيفة محليا تضعه في موقف صعب. التعادل الأخير أمام الكوكب المراكشي في مباريات الدوري المغربي يجعل الرجاء ينطلق نحو المواجهة الإفريقية بالثوب الباحث عن الفوز لتجاوز التعادل ذهبا بالدار البيضاء. احنا غنمشيو نكافحوا باش نفرحوا جماهير فريق الرجاء البيضاء ان شاء الله. حاليا باقي ما تحسمت حتى شي فرقه التعاون، كلشي كثرت الهضره كثرت بان الرجاء راه تقصى. حنا غنمشيو ندافعوا على الحظوظ ديالنا ونفرحوا جماهير فريق الرجاء البيضاء ولا الشعب المغربي ان شاء الله. الغيابات هاجس يطارد المدرب البرتغالي جوزي روماو. ياسين الصالحي المصاب امام الكوكب المراكشي ينتظر الضوء الاخضر للعب مباراه سطيف، لا سيما وان الرجاء يحتاج لكامل اوراقه الاساسيه لتجاوز بطل افريقيا. استرجعنا تقريبا اللاعبين بشكل اللي مريح بالنسبه لنا كطاقم طبي اللي الحافظ اللي شفناه في المقابلات، كذلك الهاشمي اللي دخل في المقابله الاخيره. عندنا في المقابله الاخيره الاصابه ديال اللاعب الصالحي اللي تشنج عضلي في الموري ديالو خفيف جدا. الحمد لله دابا راه في لي سوان ديالو، غادي ياخذ دابا حصه تدريبيه مع الاصدقاء ديالو وغادي نديروا له متابعه يعني دقيقه حتى يعني نتمكنوا اننا نوجدوه للمقابله اللي هي كنا كنتسناوها كجمهور وكلاعبين وك يعني فريق الرجاء البيضاء بجميع المكونات ديالو. الرجاء الذي يطمح للعودة لدور المجموعات من دوري الأبطال يواجه منافسا قويا والكرة في ملعب اللاعبين لإرضاء جمهور يساند حتى في أصعب الظروف. ياسين معرش بين سبورتس، الدار البيضاء.